السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفنا بنفسك كده. سامح الصياد عبد القوي مرشح ان شاء الله المحتمل لرئاسه جمهوريه مصر العربيه من الدقهليه. هنتجنب بس دلوقتي الترشيح لرئاسه الجمهوريه ونتكلم على النهارده محاكمه حسني مبارك والاحداث التي حدثت صباحا وحضرتك كنت شاهد عين عليها. تمام. محاكمه حسني مبارك دي مسرحيه المجلس العسكري بيعمل ايه؟ لان عمره ما يحاكم نفسه لان هو بيحمي النظام وبيحمي نفسه. بالنسبه لاحداث النهارده الشغب فاحنا كنا واقفين موجودين في قدام المحاكمه فالشرطه شدت واحد اللي هو ابو شهيد ومسكته فاحنا رحنا خلصنا منهم وجبناه فحصل لنا الشرطه بتجري ورا ايه والمتظاهرين وضرب بالناس فلقيتهم بيضربوا في واحد 3 4 20 30 واحد من الشرطه ضرب فيه بالعصيان وضرب بتاع الارض فنزلت انا ايه شلته منهم جبت اسعاف وخدته وديته مستشفى مصر الجديده فجينا خلينا نقابله لقيت مدير المستشفى قابلني يقول لي في ايه انت بتزعق كده اللي عاملين شبابين قلت له في واحد كذا كذا قال لي مش عايز حاجه سجل اسمه ايه سجل اسمه ايه كان اسمه عبد المنعم محمد خد بالك هو كان مخبوط في دماغه ومضروب في دماغه بالشرطه خبطاه ومضروب في دراعه ومضروب بتاعه وعملنا له كشف حكيم وعملنا له بلاغ بالموقف ده في مستشفى مصر الجديد خد بالك فهو خاف يركب الاسجار ما حطوش في ساعه قال ده ياخدوني زي 28 فانا قلت له انا هركب معاك وانا معاك وهجيبك لغايه لما رحت فعلا معاه قابلنا مدير المستشفى نفس نظام اكن حسني مبارك بيحكم فين في المستشفى ونفس السياسه ونفس العمليه وقعد شد المستشفى كله ومحدش دخل في سياسه خدوا اسمائهم وخدوا حالهم وخلصوهم طلعوهم ايه وطلعوهم بره فاحنا عايشين في نفس الظل اللي هو نفس الحكم وحكم العسكر طبعا الهدف كله ان هو ارضاء لاسرائيل ودي تمثيليه مشغاله وارضاء لامريكا وتنفيذه بالعوض استهانه يعني انا كنت مسجل في قناه من قيمه 4 شهور فقلت هي فهي استهانه اللي بتعمل ده كله استهانه واستخفاف بالفكر مصر فلا يمكن تحقيق اي مطالب او اصلاح او تغيير او تشكيل وزاري او محافظين لانهم ليس لهم صلاحيات او انتخاب او دستور جديد او محاكمات للنظام السابق لا في ظل حكم العسكر فهم سلاح المخلوع الذي وضعه عند تنحيه لحكم البلاد بل لحمايتي وحمايه نظامي لكي يحموا انفسهم لانهم جزء لا يتجزا من النظام السابق ده الوضع الحالي اللي احنا عايشينه عشان الناس تعرف وبيلبخوا الناس في الانتخابات وبيلبخوا الناس في حاجات عشان الناس تدرش بالانتخابات لغايه لما يعملوا هم اللي عاوزينه. شكرا يا فندم. شكرا. اتفضل. دكتور ماهر حسن النبي خليل وكيل كليه الزراعه جامعه بنا. بتسالني النهارده ايه اللي بيحصل فعايز اعرف ايه بقى وجهه نظرك؟ شايف ايه يعني؟ بالنسبه لايه المحاكمه؟ المحاكمه والوضع امام المحاكمه. والله الوضع المدام الحكمة يعني ده جاي شيء متوقع ان هيبقى في تجمعات من الـ الناس اللي هي مؤيدة النظام السابق وفي ناس مع اهل الشهداء